متابعي موقع طنجاوي الأوفية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو كرو طنجاوي. والحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة بشهر رمضان المبارك، وأي واحد غيشارك معنا في هذا الفيديو هذا غيدي واحد الهدية. هاد الهدية هذه ما غنقولكمش شنو فيها، ولكن اللي غنقولكم بأن هاد الهدية مهدة من طرف جمعية نقاء للتضامن. خليكم معنا. السلام عليكم خاوة. وعليكم السلام خاوة. عواشر مبروكة ورمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك باش مني تنسي. الله يرحم والديك، يبان لي بحال عامله فيك رمضان هذا النهار. شويه والسلام. صحارتي شي ولا؟ لا صحارتي ضربتني الشمس مع الطريق. واخا ماشي مشكل، المهم عندي واحد السؤال، إذا جاوبتي على هذا السؤال صحيح عندي كادو. مساعد. توكلوا على الله. غنسقسك شكون هو النبي اللي عاش في بطن الحوت؟ سيدنا يونس عليه السلام. عليه الصلاة والسلام، وما عطلتينيش. هذا هو يعني هذه معلومة أي واحد يعرفها، يعني شي حاجة ديالنا اللي معروفة. اللي معروفة عند المسلمين كاملين. كادو هذا مقدم من طرف جمعية نقاء للتنمية والتضامن، جبت كادو شوفوا واش يعجبك كادو ولا لا. أنا نشبه لك التليفون باش هي هذاك نكمل الطريق. كادو زوين، سجادة وقرآن كريم. سجادة وقرآن كريم وتسبيح. وتسبيح كادو أحسن كادو بالنسبة لأي شاب مسلم يقدر ياخذه. هذا واش عاد دهتينا ولا تقدر تعطيني شي واحد؟ لا غناخذو ديري انا، انا اصلا كنت في هوا ديالي ناخذو الصراحه الله. يعني سبحان الله جا في الوقت، جا في الوقت المناسب. المهم مصحفها والسجاده ها هي العواشر هذه تينا عارف الصلاه والقران وكذا. شكرا بزاف، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شكرا بزاف. شكرا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عواشر مبروكه عليك وعليا. عليك وعليا. اجي غنسقسيك واحد السؤال ياك، واذا جاوبتيني على هذا السؤال صحيح غنعطيك كادو. واخ واخا. غنسقسك شكون هو النبي اه اللي كبر في البيت ديال العدو ديالو؟ البيت ديال العدو ديالو هادي انا ما كنعرفش باقي ما قريت. نعطيك جوج اختيارات. موسى ولا عيسى، خسر واحد في هادو. موسى. براو، صفقوا عليه. شبر افتح كادو، عمل هيدا، جبت كادو، شبروا مزيان، شبروا 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 شبروا. هيدا 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 هيدا. شنو هذا فيه؟ هنايا مصحف والسجادة والتسبيح. شكرا. كيفاش جاك كادو؟ مزيون. غتقرا فيه قرآن وتبقى تصلي ولا؟ غنبقى نصلي ونقرا فيه قرآن ونسبح. تسبح. صايم ولا فاطر؟ أنا دايما كنفطر، حتى أنا باقي صغير. واخا، أجي هاد كادو دابا إلا مشيتي للدار وقالوا لك أعطيه لي، لمن تعطيه؟ ها؟ لمن تعطي هاد كادو هذا؟ نعطيه لراسي. المهم أصلا تينا هذا تينا جاوبتي تينا خصك تديه. صافي. شنو اسمك؟ عمران. شكرا يا عمران بزاف. عواشر مبروكه. لا عليا وعليك. شكرا. سلامه عمران، سلم لي. يلا سلم لي باش نمشي. سلم لي بدا بدا بدا. شكرا. سقسك شكون هو النبي اللي صنع السفينه؟ سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام. سؤال سهل ماشي سهل. سيدنا نوح عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. هاد كادو هذا مقدم طرف جمعيه نقاء للتنميه والتضامن، عاد تشوف كادو ديالك افتح. أنا شبه لك دانون ناكل منه شي شويه. شكرا. أنا شبه لك صدق مغروفار ناكل بالمغروفه. يعطيك الصحه. مصحف والسجاده ان شاء الله. شكرا، الله يعطيكم الصحه على الكادو. هو الكادو باش تشوفوا كل شيء. هو الكادو. هو عطاك عمو كادو بابا شي. ها كيف جاك كادو؟ الله يعطيكم الصحة. شكرا بزاف وبارك الله. كادو في المستوى. المهم انا عطيتك كادو عندي لك دانو صافي. الله يرحم والديك. شكرا. شكرا بزاف، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بسلامة. الله يعاون. قول لي باي باي. عمو ديري عواشر مبروكة. علينا وعليك. ورمضان مبارك سعيد. تينا كذلك اخاي على جميع. كيف ماشي مع رمضان؟ الحمد لله ماشي مزيان الحمد لله. كيفاش كتجيب المغرب؟ كتمشى؟ شنو اللي كتسمى؟ كل واحد كتمشى وكيمشيو للمساجد والانسان كيذكر الله فيها. قران وكذا ولادك اوكي عاد كيتمشى يخرج. واخا تبارك الله. عمو ديالي غنسقسيك واحد السؤال، اذا جاوبت صحيح غنعطيك واحد الهدي. ما هو هذا السؤال؟ السؤال شكون هو النبي اللي كان كيسخر الجن وكيعرف لغه الحيوانات؟ سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام. الهديه ممتازه هذه، القران السجاده والقران. جزاك الله خيرا وعلى هذا الاذاعه وعلى هذا. شكرا بزاف، كنتمنى يعجبك الهديه. تينا كذلك اخي. عمو ديالي عواشر مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى الجميع. اللهم امين. كاين شي حوته ولا والو؟ شويه. المهم كاين شي محاديه ولا؟ لا والو. اليوم ما كاينش اليوم المحاديه. واخا عمو ديالي عندي واحد السؤال، اذا جاوبت عليه صحيح عزدي كادو. مرحبا على الله. شكون هو النبي اللي مات وما تولدش، يعني مات ولم يولد؟ سيدنا آدم. بسم الله.
قول لي كيفاش جاك. بسم الله بسم الله. او كادو مزيون هذا السجاده والتسبيح كادو مزيون هذا. هذا هو اللي بقى القران. القران والسجاده والتسبيح. وكان عندي الغرض في السجاده نشريها. سبحان الله والله. هيا جاتك دابا. الله يجازيكم بخير. شكرا بزاف بارك الله. شكرا على واجب. هاي السجاده ومصحف. الله يجازيكم بخير والله يرحم العواشر هذه قرا شويه القران ان شاء الله. هي الله يجازيكم بخير. شكرا. ما كاينه شي الحوت بزاف. ما كاينه شي الحوت. سبحان الله المكاتب. سبحان الله مكاتب. شكرا بزاف العواشر. شكرا بارك الله واجب والله يجازيكم الله يرحم والديك. وحتى اننا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد واسئله جديده ان شاء الله. كان معكم ايوب جباري. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.